على الجميع أن يعرفوا عظم المسؤولية التي يتحملونها إزاء دينهم وتعاليمهم، حيث يلزمهم أخذ المفاهيم الدينية من مصادرها الأصلية من الكتاب المجيد وأحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، بتفهم وتبصر وعرضها بحدودها الحقيقية وبأمانة وإخلاص، بعيدا عن التحريف والتحوير والتمييع، وتبنيها بفخر واعتزاز وبمعنويات عالية بعيدة عن الانهزام والخجل والاعتذار. وقد قام كثير من الكتاب والمتحدثين بعرض كثير من مفاهيم الإسلام وطروحاته لأوضاع الإنسان ومشاكل الحياة بتشذيب وتحوير قد يصل حد المسخ والتشويه، لتتناسب مع الطروحات المعاصرة التي تتبناها أو تدعيها القوى العالمية الفاعلة، بل قد يصل الأمر بهم إلى إنكار بعض المفاهيم والطروحات الإسلامية وتجريد الدين منها من أجل مناقضتها مع تلك الطروحات والمفاهيم. وذلك يكشف في الحقيقة عن الروح الانهزامية التي يحملها أولئك النفر أمام طروحات العصر، إما للانبهار بها أو للتعامل معها كحقيقة قائمة وواقع مفروض لا بد من الاعتراف به والاستسلام له والتعايش معه.